لو سألنا معظم الستات سواء كانت ست بتشتغل او ست بيت، ايه هي مشكلتك؟ الحاجة اللي انتي بتحسي انها ضغط عليكي هتقولك تنظيف البيت. عشان كده النهاردة الفيديو بتاعنا تنظيف اسبوعي، الحاجات اللي هنرتبها يوم الجمعة علشان تسهل علينا باقي الاسبوع، ويبقى ورانا مثلا تنظيف او ترتيب روتين يومي عادي ونعمل الغداء. السلام عليكم ورحمة الله، اهلا بيكم، وده فيديو جديد. انا عفاف ودي قناتي، يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والنهارده فيديو روتين وتنظيف اسبوعي جديد. اتمنى الفيديو ان شاء الله النهارده يعجبكم، وكمان الغدا اللي هنعمله تاخدي منه افكار، ولو اول مره تشوفيه تنفذيه على طول. يلا بينا نبدا. اتمنى كمان تدوسي لايك للفيديو ده، ولو انت مش مشتركه في القناه تشتركي من الزرار الاحمر اللي تحت الفيديو على الشمال، مكتوب عليه كلمه اشتراك او سبسكرايب. كمان اضغطي على علامه الجرس وتاكدي انك فعلتيها على الكل لو حبيتي يوصلك اشعار بالفيديوهات الجديده. ويلا بينا نبدأ. ولو انت اول مرة تشوفيني وده اول فيديو ليكي واول مرة تتفرجي عليا، انا عفاف واهلا بيكي. لو سألتوني انا بقى ايه مشكلتك في الحياة، هقول لكم التراب. انتوا عارفين ان انا كنت شايلة السجاجيد ومغسلاها، وكمان سايبة البيت كله كده يعني تقريبا في حالة مش مستقرة لحد ما الغرف بتاعت الولاد توصل. والحمد لله رب العالمين الغرف وصلت، وان شاء الله الفيديو الجاي هصورها لكم. بس دوسوا لايك الفيديو ده عشان اعرف ان انتوا عايزيني اصور الغرف واقول لكم انا جبت المراتب انواع ايه، وكمان الكفر بتاع المرتبه والسجاجيد الستاير، اقول لكم على التفاصيل اللي انا عملتها يعني. فدوسوا لايك الفيديو ده. بس انا الاول دلوقتي بعمل ايه؟ عشان بعمل تنظيف اسبوعي، وهو برده كمان عشان افرش البيت. فانا عشان افرش البيت مش هينفع افرش والدنيا كلها تراب كده، فانا قلت ان انا هنضف الحاجه اللي انا بقالي فعلا فتره كبيره جدا ما نظفتهاش، وهتشوفوا دلوقتي طبعا السفرة. عندي كراسي السفرة مليانة فعلا كمية تراب رهيبة جدا، الخشب كله تراب، الجزء اللي موجود في السفرة اصلا حاسة ان هو مطرب جدا. فانا كل اللي انا عملته انا جبت جوانتي التراب دوت وبليت نص الجوانتي كده وعصرته، وهبدأ امشي على الفرش بتاع او الكراسي بتاعت السفرة. طب لو انت عندك بقع بقى في الكراسي او كنب انتري او حاجة، يبقى ما بتستخدميش جوانتي تراب ولا حاجة، بتستخدمي حاجة ننضف بيها البقع، بتشفطي الاول التراب بالمكنسه. ولكن عشان ده جوانتي تراب انا اساسا بليته وهشيل بيه التراب، وهينضف معايا الكراسي في نفس الوقت، لان الكراسي ما فيهاش بقع، الكراسي عليها تراب بس. فانا مشكلتي كانت في التراب، فانا بليت الجوانتي وهمسح الكراسي كلها كده هتبقى زي الفل. وبنفس الجوانتي اللي في ايدي ده انا همسح برده الخشب واشيل التراب، وفي نفس الوقت هلمع. يعني انا كده الجوانتي ده عملت بيه السفره كلها، سواء تنظيف او تلميع او نشيل التراب اللي موجود عليها. خلاص كده خلصت الكراسي، هوريكم بس كمان كرسي كمان متبهدل تراب جدا، هوريكم قد ايه كميه التراب اللي موجوده على الكرسي. بس هنضف الاول الخشب بتاع الكرسي ده. بصوا انتوا عارفين ان الحاجات التفاصيل دي بتتعب جدا بصراحه وبتضايق، يعني انت لو هتشتري عفش جديد او هتغيري عفشك بلاش تجيبي التفاصيل دي، جيبي حاجات صريحه كده وواضحه، يعني ما فيهاش شغل كتير ولا لعب كتير، لان ده بيتعب جدا في التنظيف. هنضف كده بالشكل دوت. بصوا هتلاقوا الكرسي دلوقتي بيلمع جدا كاني مستخدمه بليدج بالظبط. بصوا طبعا فرش الكرسي باين جدا عليه ان هو نضف قوي من التراب، وكمان لونه بقى مزهزه كده. اوريكم كمان كرسي، وهروح انا اكمل بقيه الكراسي الاربعه الباقيين لوحدي، وبعدين ارجع لكم تاني بعد ما اخلص كل الكراسي. اوريكم بس بصوا كميه التراب اللي موجوده على الكرسي بلمها بايدي اصلا، يعني بعمل كده اطلع كل التراب الموجود ده هشيله كله، وبعدين امسح بقى الكرسي عادي من التراب، والمع كمان الخشب بتاع الكرسي، وكمان لمعت الخشب بتاع السفرة كله من تحت وكل الجوانب والسفرة، خليت السفرة كلها بتلمع. بالنسبة للإزاز بتاع السفرة كان طبعا مش عليه مفرش، فكان عليه تراب كتير. أنا لميت التراب بالجوانتي الأول اللي في إيدي ده، وبعدين جبت فوطة الإزاز وبخاخ المية وهنلمع بيه الإزاز مع بعض، وحوريكم قد إيه فوطة الإزاز مختلفة تماما عن أي جرايد هتستخدميها وتلمعي بيها مثلا، أو أي حاجة كنت بتستخدميها قبل كده، لأنها ما بتوبرش وفي نفس الوقت بتديكي نتيجة ممتازة. هي مجرد بخة مية أو رشة مية يعني، وبتبداي تمشي على الازاز او المرايات او اي اسطح، حتى لو رخام، اي حاجه انت عايزه تلمعيها بفوطه الازاز من جرين واي. بصوا انا هنا بوريكم من الخشب من تحت برضو بعمله بنفس الجوانتي. الفكرة ان انا ممكن اعمل الخشب ده كده وارجع احط الجوانتي تاني على كرسي تاني وانضفه من الفرش يعني بتاعه عادي جدا، لان الجوانتي اصلا ما بينزلش اي حاجة مكانه، ولا بيبقع ولا بيبهدل يعني مكان تاني هتنضفيه لو انت منضفه بالجوانتي حاجة قبل كده. يعني التراب ده ما بيقعش، ما بيوسخش كمان مكان الحاجة اللي هعملها تاني، فدي حاجة ممتازة جدا. اوريكم شكل طبعا الجوانتي في الاخر، يعني اتمرمط اتمرمط بجد، ولكن انا ما تعبتش في حاجة لان انا عملت كل حاجة بنفس الجوانتي.
كل الحكايه ان انا كنت ببل الطرف بتاعه واعصره وارجع انضف بيه وارجع تاني ابل الجزء ده واعصره. ده اللي انا عملته، ده شكل الجوانتي بعد ما خلصت كل الكراسي وكمان عملت السفره. بصوا طبعا الجوانتي شكله مختلف تماما، ارجعي الاول الفيديو شوفي الجوانتي قبل الاستخدام هتعرفي الفرق. هنا بقى ده كده الازاز بتاع السفره، عندي هنا الجوانتي ما بيعفرش، يعني انا هلم كل التراب الموجود على الازاز من غير ما اعفر ومن غير ما بهدل ولا اوقع في الارض. همسح كمان الجزء دوت وكمان الترابيزه من تحت حواليها لكم دلوقتي خلاص لمعتها كلها، وهتشوفوا طبعا اللمعه بتاعت الترابيزه قد ايه هي يعني كاني مستخدمه ملمع بالظبط بتاع موبيليا. بصوا شايفين الناس بقى اللي قعدوا يقولوا لي ان الجوانتي ده سعره غالي وان انا ازاي اشتري فوطه ب 205. الجوانتي ده جوانتي التراب ده سعره 205، ازاي اشتري فوطه بالسعر ده؟ صدقيني انت لو من الستات اللي بتنضف البيت وتلمع وكده هتعرفي ان هو ده سعره ولا حاجه بالنسبه لازاز البليج اللي احنا بنشتريها. انا بشتري الازازه ممكن ب 30 جنيه، ما بتكملش حاجه لو هلمع البيت كله مثلا في اسبوع، ما بتكملش حاجه، فممكن اشتري علبتين ثلاثه في الشهر لو انا بقى ايه عايزه المع بقى وعايزه اشيل تراب. فيعني الموضوع مش يعني لو هلف على البيت كله فعلا خشب وموبيليا عشان اشيل التراب كله بالبليج، لا هستخدم كتير، وحاجي لما اجي انضف تاني هستخدم تاني، فالموضوع يعني برضو مكلف، مش مكلف. انما لو انت اصلا ما بتفكريش في الموضوع ده فطبيعي ان 205 يبقوا بالنسبه لك حاجه يعني رهيبه جدا، وازاي نشتري فوطه ب 205 والناس مادياتها وظروفها ما تسمحش، ما طبيعي لان انت شايفه اساسا ان مش المفروض ان احنا نعمل كده ولا نشتري مثلا حاجات غاليه ولا حتى بليج ب 30 جنيه. ده كلامي بس للناس اللي بيقعدوا يقولوا فعلا دي مش مقدره الناس لا الناس اللي بتلمع وتنظف حتى لو على قدها بتشتري بليج عادي برضو وبتنظف وتلمع بيه عادي. انا كده خلاص خلصت الازاز كمان ولمعت كمان الطبق اللي موجود على السفره، شايفين الكراسي؟ بصوا انا شايله السجاجيد اللي في الارض كلها، فلمعت كل ارضيات الشقه كلها بالملمعه اللي انتوا شفتوها. يبقى انا كده بالنسبه لي عملت النهارده في البيت كله تنظيف اسبوعي، اللي هو مسحت ازاز ومرايات البيت كله، كل المرايات الموجوده في البيت، كل الخشب لمعته، النيش، البوفيه، لمعت كمان كل ارضيات البيت، ودي خطوه مهمه جدا في التنظيف الاسبوعي، بتخلي البيت على الاقل يعني طول الاسبوع لو شغلتي مكنسه وشفطتي تراب بيبقى الموضوع بسيط وخفيف، فبتبقى الارضيات معاكي نظيفه. طب ندخل على المطبخ، انا هعمل كام تكايه كده في المطبخ النهارده في التنظيف الاسبوعي هتفرق كتير. انا طبعا بما اننا داخلين على الشتاء فانا بحب اعمل الوقايه دي قبل كل شتاء وفي دخلت كل صيف، يعني في المواسم، هو ان انا عندي المفصلات بتاعه الدرف وكمان اي حاجات مستخبيه كده ممكن ما نفتحهاش طول الشتاء مثلا غير ان احنا ناخد منها حاجه ونقفل تاني، فما بعملش الحركه دي كتير. فالحاجات المركونه عندي او المستخبيه شويه بحب ارشها كوريكس علشان طبعا وقايه من الصراصير، النمل، الحاجات اللي هي الحشرات عموما. فانا هستخدم كيوريكس ده هرش في كل المفصلات بتاعه الدرف بتاعه المطبخ وبالدرفه دي خصوصا لان فيها كل الحاجات البلاستيك ودايما بتبهدل عندي، فانا شلتها كلها طلعتها بره، وكنت حاطه زمان قبل كده عجينه صراصير قبل برده الشتاء يعني، وبعدين لقيتها بعد فتره انها بتقع، فقلت خلاص انا ممكن اعمل الكيوريكس ده، انا بستخدمه بقالي سنين كتير قوي، الوقايه بتاعته والمدى بتاعه حلو قوي، فانا برشه بين الرخام وبعضه وبرشه بين التفاصيل الصغيره اللي ممكن يطلع منها نمله او صراصير. بعد كده بسيبه بقى شويه وبعدين بروح رشه صابون على الرفوف كلها وراح مسحها كويس جدا لان طبعا بنحط عليها العلب اللي عليها الاكل. طب خليني اكلمكم عن الدرفه بتاعه البلاستيك عندي، انا حاطه فيها علب ثلاجه وعلب فريزر، ازايز ميه، علب سوائل، بولات العجل عندي حطها كلها فيها، المنظم بتاع الاغطيه بتاعه كل العلب، فكل الحاجات دي انا حطاها في الدرفه دي. بما انها كلها حاجات صغيره ورفايع فالموضوع بيبقى عندي مكعبل شويه دايما في الدرفه دي لو انا مش ايدي فيها على طول. بحاول احط كل حاجه من الحاجات المدوره مع بعض، المستطيله مع بعض، الاغطيه ارصها في مكان مع بعضه، لان بصراحه كل الستات عارفه ان درفه البلاستيك او درفه العلب والاغطيه دايما متبهدله. طيب كل الحاجه دي حاجه تابر وير. طب انت قلتوا لي عفاف ايه ده، انت جبتي الحاجه دي كلها ازاي؟ يعني جبتي الحاجه تابر وير، حاجه تابر وير غاليه وكلنا عارفين ان هي اغلى من العلب اللي في السوق يعني، فكلنا بنسأل يعني ازاي انا مثلا جبت الحاجات دي كلها. انا جايبه الحاجات دي على مدار تقريبا 4 سنين وازيد شويه، فبقالي كتير بجمع فيها، لما بتنزل حاجات في العروض ممكن اشتريها، طقم فريزر، طقم ثلاجه، علبه سوائل، ازازه، ايا كان. وبالمناسبه بقى عشان في بنات كتير بيسالوني عن تابر وير اصلا، يعني عايزه اقول لكم ان الاسبوع ده
تابر وير عامله عرض هايل جدا لكل العضوات اللي هيخشوا جديد الاسبوع ده، عامله ازازه وعلبه ب 50%، وعامله كمان عليها علبه فري علشان تجربي المنتج وتاخدي حاجه باقل سعر تجربي المنتج وتشوفي هل المنتج ده زي ما بيقولوا عليه ولا لا. فلو اي حد عايز ينضم لتابر وير ايا كان المحافظه، في رقم في صندوق الوصف هتكلموا الرقم ده، تبعتي صوره البطاقه بتاعتك وتختاري الفرع المناسب ليكي للاستلام من محافظتك. وطبعا هتقدري الاسبوع ده بالذات لو قدمتي بياناتك الاسبوع ده تقدري تستفيدي بالخصم الهائل اللي الشركه عاملاه، وكمان العلبه الهديه اللي نازله لكل الاعضاء الجداد الاسبوع ده بس. يعني العرض ده موجود للاسبوع ده بس، بعد كده بتنزل عروض تانية بس العرض ده ممتاز جدا. فانصح اي حد بيفكر ينضم لتابر وير ينضم فعلا الاسبوع دوت، هيبقى الموضوع العرض ده بالنسبه له مهم جدا. طيب خلينا بقى في المفيد دلوقتي اللي احنا بنعمله. انا دلوقتي بعمل ايه بعد ما خلصت الضرفه ورشيتها وسبتها تتهوى شويه، رجعت كل الحاجات البلاستيك الموجوده فيها. دلوقتي هفضي التوابل من الاكياس في العلب اللي ناقصت طول الاسبوع او طول الشهر عموما ايا كان. يعني انا عندي علب تانية كبيره فيها التوابل، وعلبه فيها ملح، وعلبه فيها سكر، فبرجع كل حاجه في مكانها. واهم حاجه طقم التوابل بنضفه كويس جدا. عايزه اقول لك انا بعد الفيديو عايزاكي تروحي تبصي على طقم التوابل بتاعك وتشوفيه اخباره ايه، هل هو ملزق مزيت عليه بقع عليه طرطشه دهون عليه ايه بالظبط يعني، ولا نضيف وبيلمع بالشكل ده. دي من الحاجات اللي بتدي المطبخ شكل حلو قوي. كمان من ضمن الحاجات اللي انا عملتها النهارده يوم الجمعه يعني، هو ان انا مليت كل العلب اللي كانت فاضيه. يعني انا كنت غاسله معاكم في روتين اللي عملنا فيه ظرفه الخزين، غسلت علب الزيت زي الخل، العلب اللي كانت فاضيه في التخزين غسلتها وظبطت الظرفه كلها. دلوقتي هنعمل ايه؟ هنملى بقى الحاجات في مكانها، التموين بقى والسكر والزيت والحاجات دي. لو جايبه رز، جايبه شعريه، جايبه مكرونات، بنجيبها مثلا في اخر الاسبوع، او احنا اساسا اخر الاسبوع واول الشهر اصلا، فيعني احنا كده كده بنشتري خزين سواء اول الشهر او في اخر الاسابيع. طيب انا العلبه دي بحط فيها سكر، ده جردل من تابر وير برده، ممكن نحط فيه سكر، نحط فيه رز، نحط فيه دقيق. هو الساعه بتاعته 8 لتر، يعني بياخد ممكن 8 كيلو سكر، فالساعه بتاعته ممتازه جدا. فانا هحط السكر بتاع التموين اللي انا اشتريته هحطه كده في الجردل ده. بصوا انا حطيت بس 4 اكياس، وبصوا الجردل فيه مكان فاضي قد ايه. بما ان النهارده الجمعه بقى فنعمل لهم حاجه حلوه سهله واقتصاديه كمان، اهم حاجه ان هي فعلا مش مكلفه خالص. هنعمل، بصوا الجمال اللي شايفينه ده، تتوقعوا دي ايه بقى؟ دي صينيه بطاطا باللبن والزبده، حاجه كده بصوا تحسي ان انت فعلا في دنيا تانية خالص، وهم بجد. النهارده يعني الوصفه بتاعت الحلو بتاعنا لو جربتيها النهارده هي سهله طبعا، مش هتكلفك حاجات كتير، فاتمنى فعلا ان انت تعمليها لهم النهارده وتشوفي رايهم، هتبهريهم بجد. هنعمل بصوا الجمال اللي انتوا شايفينه ده بمنتهى السهوله، خطوه واحده بس، مش هقول لكم ايه يعني خطوات كتير بقى ولا هنعمل فيها مجهود ولا حاجه. انا كل عندي عدد 2 بطاطا قشرتهم وقطعتهم ترنشات في صينيه، عندي نص كيلو من اللبن، هضيف عليه 4 مكعبات زبده، وهضيف عليهم 2 كبار نشا وسكر حسب الرغبه. دي كده كل المكونات بتاعتنا في الوصفه التحفه اللي شفتوا النتيجه بتاعتها دي. ادي الزبده اهي هحطها في اللبن، وهحط النشا والسكر حسب الرغبه، وهرفعهم على النار يا دوب يسخنوا والزبده تسيح. مش هسيبه طبعا لما يتقل، عشان خدوا بالكم ان هو فيه نشا، فمش عايزين القوام يتقل معانا، احنا عايزين بس نسيح الزبده في اللبن وخلاص. فانا هقلب النشا، هقلب السكر، الزبده، هحطهم على النار اسيحهم شويه كده او اسيح الزبده في اللبن، وارجع اضيفهم على البطاطا. سخنت الفرن بتاعي على درجه حراره 200، اعلى درجه حراره في الفرن، وبعدين هدخل صينيه البطاطا عليها، هتفضل بقى تغلي كده مع نفسها لحد لما تعمل لي طبقه على الوش، وكمان اللبن هيتشرب مع البطاطا لحد ما يخليها تستوي. نص كيلو على المقدار اللي انت شايفاه ده كان ممتاز جدا، وطلعت زبده بصراحه. كمان لما تطلعيها هتحسي ان القوام بتاعها كده متماسك في نفسه بسبب النشا، يعني اوعي تستغني عن 2 معلقة النشا، مهمين جدا. بصوا حتى الزبده كمان ما سحتش قوي، بس قلت مش مشكله عشان اللبن ما يسخنش قوي بيتقل معايا بسبب النشا، فخليت بس الزبده تسيح شويه وهضيفها على اللبن. بصوا كده المستوى بتاع اللبن فوق البطاطا قد ايه، عشان تعرفي المفروض تغطي البطاطا بقد ايه من اللبن. طيب ينفع نحط مكسرات يا عفاف؟ ينفع، بس صدقوني مش محتاجة اي حاجة تاني غير اللي احنا عملناه ده، يعني ولا جوز هند ولا فستق ولا زبيب ولا مكسرات، فعلا مش محتاجة اي حاجة تانية. هي كده طلع طعمها يجنن. دخلتها الفرن ما خدتش تقريبا نص ساعة كده، شغلت عليها الشواية في الاخر عشان تاخد وش، وتعالى اوريكم بقى شكلها لما نطلع منها قطعة كده. يا ربي تحفه بجد بجد، عجبتني جدا جدا. يعني عايزه اقول لكم ان انا اول مره اعملها، دايما بعمل لولاد البطاطا مشويه، وانا لما عملت لهم دي النهارده هم اتفاجئوا فعلا بالطعم ده. كده شكلها بصوا زبده بجد.
خلينا نقول دلوقتي ان انت لو مش عامله الكفته دي بالطريقه دي قبل كده فانت بجد بجد خسرانه كتير. انا اؤكد لك ان هي هتعجبك جدا ومش خساره فيها خالص ان انت تجربيها، دي تستاهل فعلا التجربه، وطعمها هيعجبهم جدا زي ما عجبتهم عندي في البيت جدا جدا. هنعمل الكفته السويدي او بيقولوا عليها كفته ايكيا، ونقدم معاها كمان البطاطس المهروسه زي ما الاكله دي تتقدم بره بالظبط. ازاي نعمل بطاطس مهروسه بالشكل دوت، وازاي نطلع الكفته بالصوص الجميل ده، يلا بينا نشوف. انا عندي نص كيلو من اللحمه المفرومه، هحط عليه البصلية الصغيره دي، مش محتاجين بصل كتير، ولكن محتاجه البصلية تكون مبشوره ناعم جدا علشان مش عايزاها تبان خالص في الكفته. هبشر البصلايه او هفرمها او تفرميها في الكبه ناعم جدا، المهم ان انت تطلعي نتيجتها زي ما هتشوفيها دلوقتي بالشكل ده، ما تكونش فيها قطع كبيره خالص. هروح في طاسه على النار هحط مكعبين ثلاثه كده زبده، يكونوا اكتر من حجم البصل، يعني انا عايزه الزبده تكون زياده عن البصل يعني. هسيح كده الزبده واحط فيها البصلايه المفرومه واسيبها لما تتشوح شويه مع الزبده قبل ما تاخد لون، يا دوب بس يعني بتاخد لون ذهبي بسيط قبل ما تغمق بقى وتاخد معايا لون جامد، هطفي عليها النار خالص واسيبها على جنب تبرد شويه. بصوا اوريكم دلوقتي الدرجه اللي انا هطفي عليها فيها، كده بقى كويس جدا، هو ده اللون المطلوب وده اللون اللي انا عاوزاه. هطفي عليها النار وهسيبها في طبق 10 دقايق كده ولا حاجه لحد ما تبرد شويه. هنضيف عليها ايه بقى؟ هنضيف عليها بيضه، هنضيف عليها ملح وفلفل وبابريكا وبهارات 7، ربع معلقه صغيره من كل حاجه من الحاجات دي. هضيف كمان ربع كوبايه من البقسماط المطحون، هضيف اقل شويه من ربع كوبايه لبن، مش كتير يعني فنجان صغير كده ناخد ربعه بس. وهضيف التوابل عندي ملح وفلفل بابريكا وبهارات 7 ربع معلقه، وهضيف كمان البقسماط واللبن والبيض على البصل والزبده وهقلب كويس. هكتب لكم المقادير برده في صندوق الوصف. هخلط الكلام ده كله مع بعض وبعدين هنزل عليهم اللحمه، هعجن كويس وبعدين ادخل اللحمه في الثلاجه لمده ساعه علشان تتشمع شويه، لان من كتر طبعا العجن بتبقى بتاخد حراره الايد فتلاقيها طريه معاكي كده وانت بتشكليها ما تطلعش معاكي مظبوطه. اهم حاجه نسيبها في الثلاجه او في الفريزر لمده نص ساعه تتشمع وتمسك نفسها، وبعدين نشكلها كرات. ويلا بينا بقى ايه ده شكل اللحمه بعد ما عجنتها كويس. اهم حاجه تعمل خيوط كده وتتاكدي انها اندمجت كلها مع بعض تماما. هاخدها دلوقتي اعملها كرات بعد ما اطلعها من الثلاجه ونروح على النار على طول. عندي طاسه نفس الطاسه اللي انا عملت فيها البصل والزبده، هحط فيها مكعبين زبده كده كبار علشان اشوح فيهم الكرات الكفته بتاعتي. هنزل الزبده عليها اللحمه الكرات اللحمه واسخن الطاسه كويس الاول، المهم انا عايزه انزلها على طاسه سخنه. هشوح فيها كده لحد ما اتاكد انها استوت تماما، لان الصوص هنديها في الاخر غلوه بس مش هنسويها خالص، فتاكدي انها استوت خرجيها من الطاسه على طول. وننزل مكان تشويح الكفته بثلاث معالق كبار من الدقيق ونقلبهم في الزبده، وبعدين لحد ما يوصلوا للون البني الفاتح اللي هو زي اللون ده كده بالظبط، هنزل عليهم بكوبايتين ميه، ولو عندك كوبايتين شوربه يبقى تمام. هنزل بكوبايتين ميه، ممكن تضيفي مرقه لو بتحبي تستخدمي المرقه الجاهزه دي مع الميه المغليه. هضيف كوبايتين ميه مغليه وهقلب كويس قوي بالشكل ده كده لحد ما يبقى معايا خليط خفيف شويه. اهم حاجه تفضلي تقلبي وما تسيبيهوش خالص. ده كده شكل الخليط بتاعي ولونه طبعا التحفه جدا. هنزل ملح وفلفل اسود بس، وهحط كمان كوبايه من الكريمه، كريمه الطهي. هقلب كويس وهنزل بمعلقتين كبار من الصويا صوص. كده خلاص الخليط عندي بقى جاهز او الصوص بقى جاهز. بعد اول غلوه هنزل فيه كرات اللحمه، ويا دوب هما غلوتين ثلاثه، وهطفي عليه النار على طول واسيبه يهدى شويه. هتلاقي بقى الصوص بتاعك تقل شويه مع الكفته واداكي صوص يجنن. عايزه اقول لك ان هو طعمه خرافي بجد، يعني اجمل من اي وصفه عملتيها للكفته قبل كده. جربيه وعلى ضمانتي هتعجبك جدا. بصوا شايفين طبعا لون الصوص مميز قوي قوي يعني. هنديها كده غلوه بس، هي طبعا الكفته بتاعتنا استوت خلاص، فهديها غلوه واحده بس وخلاص واطفي عليها النار. طب هنقدم معاها ايه النهارده يا عفاف؟ احنا ممكن ناكلها بالعيش، ممكن ناكلها برز ابيض، ممكن نعمل معاها مكرونه سباكيتي مثلا، ولكن انا النهارده هقدمها بالعيش علشان هعمل معاها بطاطس مهروسه. البطاطس المهروسه بالزبده والكريمه اللي بتتقدم في ايكيا مع الكفته دي. عندي بطاطس مكعبات انا قشرتها وغسلتها كويس، حطيتها في ميه على النار مع شويه ملح، اول ما تغلي كده ههدي عليها النار شويه واسيبها تتسلق يعني 3 ارباع سوا، مش عايزاها اللي هو
تكون مهرية قوي يعني، لما تضغطي عليها بشوكة كده تحسي ان هي فيها لسه روح يعني. هحط عليها بقى ايه، حوالي 100 جرام زبدة يعني نص كوباية من الزبدة وهي لسه سخنة كده. هنلاقي طبعا الزبدة بتسيح معاها، او ممكن تسيحي انت الزبدة وتحطيها عليها. هبدأ اقلب الزبدة كده مع البطاطس وهي سخنة، فالزبدة هتسيح، وبعدين افضل حاجة تطلع لك بطاطس مهروسة زي اللي بناكلها في المطاعم بالظبط، بنفس النتيجة بنفس النعومة، هي المصفى. المصفى اسهل كتير واحلى كمان من الهراسة، هي بتاخد مجهود شوية ولكن النتيجة بتاعتها ممتازة جدا. انا عندي دي مصفى صفيت فيها البطاطس من المية، هحط تحتيها طبق وهبدأ اهرس البطاطس بالمعلقة، هتديني بقى بصوا بيتعمل لها فوم كده وتحسي ان هي يعني هشة جدا. هرست كده البطاطس مع الزبدة وده كده شكلها. هضيف لها بقى نص كوباية من الكريمة بتاعت الطهي، ولكن على مرتين مش على مرة واحدة علشان ما تبقاش كده معاكي تطلع النتيجة مش مظبوطة. هضيف لها نص الكوباية على مرتين، مرحلتين. اول حاجه اضيف شويه واقلب كده البطاطس مع بعضها عشان تفضل معايا متماسكه كده، وبعدين هكمل بقيه النص كوبايه الكريمه، وفي الاخر هتديكي النتيجه التحفه دي. مفيش اي توابل، ما عليهاش اي حاجه خالص، هو الملح بس بنظبطه واحنا بنسلق البطاطس، ولكن ما بنضيفش عليها اي حاجه تانية. النتيجه بتاعتها ممتازه جدا جدا، اتمنى انتوا فعلا تجربوها، وهكتب لكم المقادير في صندوق الوصف بتاعت الكفته وكمان مقادير الصوص. بصوا طبعا شكلها خرافي جدا، البطاطس هشه وطعمها يجنن، من اجمل الحاجات اللي ممكن تعمليها. انا ولادي ما بياكلوش البطاطس مهروسه اصلا خالص، ولكن بعد الطريقه دي فعلا قالوا لي هو احنا ازاي ما كناش بناكلها. فاتمنى انتوا تجربوها لاولادكم لو ما بيحبوش البطاطس المهروسه، ان شاء الله هياكلوها بالطريقه دي، لان فعلا طعمها غير البطاطس المهروسه اللي كنا بنعملها زمان. اشوفكم على خير ان شاء الله، فيديو جديد وروتين جديد، انتظرين الفيديو الجاي ان شاء الله هوريكم الغرف بتاعت الولاد الجديده. وتحطوا بس لايك للفيديو ده، واكتبوا لي تحت في التعليقات هتعملي ايه في التنظيف الاسبوعي ان شاء الله، عشان نبدأ اسبوع كده على رواقة وهادين. اشوفكم على خير، السلام عليكم.